خلونا يعني نروح لخبر آخر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان. وفي ضوء ما سبق، قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيقة. جاء تسيير الجسر البري بتوجيهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة. حقيقة علاقات مصر، يعني شفنا الحقيقة الرئيس السيسي في أكتر من مرة، في حتى في فكرة الجوائح، في جائحة كورونا، فكرة التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة، لكن تحديدا السودان وبعدها الاستراتيجي وبعدها القومي وعلاقتها ما بيننا وما بين مصر، وجود مثل هذه الأمور ما بين الدولتين، حضرتك شايفة ده إزاي؟ هو طبعا في خصوصية للعلاقة ما بين مصر والسودان، طبعا احنا كنا في وقت من الأوقات دولة. لكن أنا عايزة بيستوقفني هنا هو دور مصر الخارجي. يعني احنا نخلص من ده إن مصر أصبحت ليها مكانة إقليمية متميزة جدا، وده بيرتبط بسياسة خارجية. يعني طول عمرنا طبعا السودان شقيقة لمصر وفي علاقات جيدة وبتربطنا أواصر كتيرة جدا من التعاون ومن الصداقة حتى بين الشعبين. لكن اللي أنا عايزة أقوله أنه مصر نجحت يعني في القيادة السياسية أنه ما يكون عندها يعني علاقات خارجية أو متوازنة جدا، وأصبح لها تواجد كبير سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي، وده نجاح كبير في الملفات الخارجية. طبعا الدور ده بيتضاعف لما بيكون بتمر دولة قريبة مننا بأزمة. يعني دايما بنلاقي مصر بتسارع حتى لو عندها أعباء كبيرة، لكن في وقت الأزمات بتبقى من أول الدول اللي هي بتسارع إن هي تقدم الإمدادات، وخصوصا في مجال الأزمات والإغاثة، الإغاثات الطبية والمشاركة الإنسانية. طبعا بنشوف ده بيحصل في غزة، بنشوف بيحصل في كثير من الدول العربية، فكثير حتى من الدول الإفريقية. فده بيعزز من مكانة مصر طبعا، وبيؤكد على أهمية الدور، لأن ده اللي بيخلق صورة للدولة في محيطها الإقليمي. وطبعا ده احنا قدرت مصر تكتسبه بشكل كبير، بيدعم بهذه الإجراءات اللي بتحصل. يعني احنا هنا بنقيس مدى النجاح في الظروف العادية وفي ظروف لما بيكون في أزمات. طبعا لما بيكون في أزمات الدور هنا بيبقى أعمق وأكبر وأهم، وبيبقى يعني بيعبر عن سياسات حكيمة جدا، إن أنا لازم أكون من أوائل المتواجدين، لأن أنا بتربطني علاقات قوية جدا خصوصا بالسودان طبعا. يعني طبعا وده اللي بنشوفه الحقيقة في كتير من الأزمات اللي بتمر بيها سواء دول عربية أو دول أفريقية. مصر دايما بتكون حتى في البعض مثلا بيقول طب في بعض الدول بتمر بجائحات معينة وأزمات، ويمكن دول يعني ما هياش مش شرط أنها تكون دول من الدول الفقيرة يعني، لكن بنلاقي فيه يعني احنا شفناه مع الصين دايماً. في كورونا احنا يعني شفناه في كورونا يعني، ولقينا الرئيس للاسف بعض الناس بتبقى بتفهم ده غلط، تقول يعني طب احنا اولى بهذه المساعدات. لا، في دور عالمي ودور دولي ودور اقليمي، ما تقدريش انك تخرجي عن هذا المحيط، لان ده بيكمل الصوره للدوله. وفكره المساعدات دي جزء كبير جدا من العلاقات، من نجاح العلاقات الدوليه. صحيح.